أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد الركن عبدو مجلي أن حديث ميليشيا الحوثي الإنقلابية عن خوضها معارك في مناطق سيطرتها بمحافظة البيضاء مع تنظيم القاعدة وداعش، والادعاء بأن هذه المناطق كانت تحت سيطرة الحكومة الشرعية، هي مسرحية مفضوحة لن يصدقها أحد. وأضاف مجلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن محاولة ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا نفي علاقتها مع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش والقاعدة وتسويق نفسها لدى المجتمع الدولي بأنها تحارب الإرهاب محاولة يائسة، فالشعب اليمني والعالم أجمع يدرك حقيقتها الدموية ومشروعها الإرهابي العابر للحدود. تواصلت المعارك بين قوات الجيش والقبائل المسنودين بالتحالف العربي من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى في جبهات محيط صنعاء، وسط تقدمات جديدة في جبهات نقد العتق وجبال صلب في نهم صنعاء، حيث شنت قوات الجيش مسنودة بالقبائل والتحالف العربي هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهات نهم شمال شرق صنعاء، محققة انتصارات وتقدمات جديدة في جبهات نقد العتق وجبال صلب، حيث تكبدت ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأسر عدد كبير من عناصرهم في الميدان. شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على تجمعات ومواقع عسكرية حوثية في محافظة البيضاء، وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت مواقع للميليشيا الحوثية الإنقلابية في مناطق متفرقة من مديرية ولد ربيع، وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية الإنقلابية وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد العسكري والأرواح. لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون إثر محاولة مجموعة منهم التسلل باتجاه مواقع القوات المشتركة في قطاع الفاخر غرب مديرية قعطبة. وبحسب مصدر ميداني فإن العناصر الحوثية التي حاولت التسلل كانت تهدف إلى وضع بوات ناسفة في أماكن متقدمة في محاولة لمنع عرقلة القوات المشتركة من التقدم، إضافة إلى انتشال جثث لعناصر تابعة لهم سقطوا في مواجهات سابقة، إلا أن سرعان ما تم الإجهاز عليهم بشكل مباشر بكمين محكم تم نصبه مسبقاً. وأضاف إن عددا من عناصر الميليشيا في هذه العملية لقوا مصرعهم على الفور وأصيب آخرين، ولا زالت جثث البعض متواجدة في ميدان المواجهات، فيما باشرت بعدها وحدة الهندسة في القوات المشتركة بتفكيك العبوات الناسفة والتي كانت بحوزة عناصر الميليشيا الحوثية المتسللة وإبطال مفعولها. تعرضت منطقة الجبلية والفازة جنوب الحديدة للقصف الحوثي العنيف، وذكرت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي استهدفت القرى والمزارع في الجبلية والفازة الساحليتين التابعتين لمديرية التحيتة بالتزامن مع قيامها بالتصعيد الممنهج في مناطق متفرقة جنوب الحديدة. وأفادت المصادر أن الميليشيا استهدفت منازل المواطنين ومزارعهم بشكل عنيف ومتواصل، مستخدمة قذائف مدفعية بعشرة والقذائف الصاروخية نوع لو. وطبقا لذات المصدر فقد عاودت الميليشيا أطلاق النار صوب المناطق المستهدفة بشكل هستيري.